اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت أن تطاع اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد في الأولى والآخرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والجود سبحان ذي الكرم والجود سبحان الذي أحصى كل شيء علما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أغننا بالحلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قائلين لها وأتممها علينا إنك أنت الجواد الكريم لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك اللهم إنا قد تولينا صوم شهرنا وقيامه على تقصير منا وقد أدينا فيه حقك قليلا من كثير فاللهم ارحمنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا لسعتك اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا عظيم المن يا واسع المغفرة يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من سألك وما أرأفك على من أملك من الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فأسلمته أو هرب إليك فطردته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وأطلق للسؤال ألسنة السائلين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته
ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا طرفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيران إلا ضللته إلى طريق الخير والرشاد ولا مستقيما إلا ثبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا داعية إلى الخير إلا وفقته.